كتجي عليها تشكل هذا كيجي ما شاء الله صراحه كيجي رائع رائع ولذيذ ما شاء الله وطايب مزيان كما كتشوفوها. غير هو في الطياب تعرفوا كيفاش طيبوا كتبقاو تزيدوا بعد الماء في التحت وقت ما نشف لكم من تحت الماء كتزيدوه وكتقلبوه. انا راه قلبتها بداك ديالها بالسلوفه بداك البابي الومنيوم بكل شيء كنقلب قلبتها جوج المرات درت هذه هي لتحت وعاود ثاني قلبتها مره اخرى مع كنت حاطها في الفران لتحت كاع. وملي كتشوفهم بحال هكا شويه بداك طاب يعني خاصو شي شويه قليل كديروه الوسط كتنقصوا عليه وكتخليوه يطيب على خاطره. ولا بغيتو يتحمر مزيان كتحيدوا عليه بابي الومنيوم وكتخليوه يحمر. انا ما حيدتوش خليته غير هكا جا ما شاء الله رائع وجا المنظر زوين. شفناه جا ما شاء الله زوين بلا ما يتحمر جا رائع رائع ما شاء الله ولذيذ. والبيضه كما كتبعتوا معايا البيض اللي طيبته لداخلها هو هذا حتى هو كيجي واحد المذاق ما شاء الله رائع. ونتمنى الله ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وان شاء الله جربوها كما قلت لكم غير في كتشد شويه الوقت راه ماشي كطيب دغيا. انا قلت لكم ساعتين ونص هكاك انا شدت لي اكثر من ساعتين ونص. دابا على حسب الفران وعلى حسب النوعيه ديال تاع اللحم كيشد الوقت وديروا معاه الخاطر وتخليه ما شاء الله يطيب على خاطره كيجي رائع ولذيذ. وهاد الخضره ما شاء الله كجات لذيذه وزوينه. نتمنى الله ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك. السلام عليكم اخواني اخواتي كدايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغدا ديالي ان شاء الله. معايا عندي هاد الرجله كما كيبان لكم بغيت ان شاء الله نعمرها بالخضار وتابعوا معايا ان شاء الله. نتمنى الله ان شاء الله تاخذوا فكره من عندي ان شاء الله. بسم الله كما كيبان لكم عندي كما قلت لكم رجله عندي يعني انا متوسطه ما كبيرهش بزاف. وهنا عندي التوابل اللي غادي ندير عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره ولا البابريكا حاره وعندي الكمون وعندي شويه الابزار وعندي هنا بطاطا والجلبانه وخيزو وزيت الزيتون والثومه بودره او الثومه مطحونه. غنخلطهم ان شاء الله مع بعضياتهم هنا بسم الله. وانتم كما شفتوا خلطتهم كاملين. راه زدت داك سميتها الثومه بودره وزدت الزيت داك زيت الزيتون وان شاء الله نبداو بسم الله نديروا لا سميتو نديروها شويه ندهنوا بها هكا من الفوق ومن الداخل بسم الله. ورانا حليتها ما قلت لكمش انا راني حليتها من هنا ها محلوله باش ما نطولش الفيديو بزاف. يعني وجدتها حليتها مزيان من الجناب من خليت هذاك العظم كيبقى الوسط وصافي. يعني باش نسيبو كيفاش نعمروها. ورا غبرت عليكم شحال هذه ما بقيت درت مع فيديوهات ما بقيت صراحه ما بقيتش درت الفيديوهات كثار كندير هذاك ديال دقيقه مره وصافي. ايوا مع الوقت ومع الظروف وصافي. نتمنى الله ان شاء الله يا رب نرجعوا ان شاء الله نديروا الفيديوهات كما كنا ان شاء الله. والله الا كنت توحشكم توحشت نهضر معاكم وتوحشت وكنشكركم نتا دابا واخا حتى كندير هذاك ديال دقيقه كتكتبوا ليا وكتدخلوا عندي. شكرا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بحال هكا كنديروا ليها مزيان لداخل. دابا بعد ما سليتها هي بهاد الرجله بالدهين غادي نحيدها ونجيب هادي شي حاجه فاش نحط هاد الخضره بحال هكا باش حتى هادي نسمها داكشي اللي بقى ليا في هاد ونزيد عليه شويه تاع الزيت داك الخليط اللي بقى ليا كما كتشوفوا. واخا حتى هذيك ما خصناش كترش الزيت بزاف على حقاش هذيك الرجله راه شويه ميد يعني فيها كتكون فيها شويه الشحمه ولكن ضروري خصنا نديرو باش داكشي يجينا منسم يعني ما غاديش نحطو غير هكاك وصافي.
بعد ما خلطت الخضره ديالي كما تابعتوا معايا، انا رديت هاد الرجله باش ان شاء الله نعمروها. بسم الله، غادي نجيب شي حاجه باش نعمر. بسم الله، من طبيعه الحال الا كانت كثيره علينا هذيك الخضره ما غاديش نديروها كامله، هي واقيلا اليد حسن، ولكن من الاحسن واحد يعمر بيديه باش ما يطيحش لينا بزاف. وغادي نزيد انا واحد جوج بيضات، يعني بيضات راه خضرين، غنديرهم هنا حتى هما يطيبوا معاه. ها انتما كما كتشوفوا وغسلتهم مزيان صافي، وكنحاولوا نبعدهم شويه من بعضياتهم. راه بحال حدا وحده غنديرها لتحت وحده الفوق، كما قلت لكم راه كاينين جوج اماكن لتحت والفوق بحال هكا. ولا بقات خاصاني شي حاجه غادي نبقى نزيد شويه بحال هكا صافي. بارك على دابا غنسد هاد الفم هذا بحال هكا، غنسدو بالعود بهاد العويدات هادو بحال هكا باش ما يخرجش لينا داكشي داك الخليط اللي درنا. كاينين بعض العواد اللي كيكونوا شويه ما زوينينش بزاف، كاينين الغلاط وكاين من الاحسن يكون غلاط او لا الخيط. عندي الخيط ولكن كيجيني هكا سهل وصافي بحال هكا. دابا بعد ما صايبناها وسديناها غادي نجيب واحد الطاوه باش نلوي فيها هاد، نحطو فيها هاد الرجله. اول حاجه غادي نديرو هاد البابي المينيوم، كارطة فورنو اولا ورق الزبده، نشوف اللي قدني. بسم الله، بحال هكا نقلبها شويه باش تجيني بارد هكا. نلويها فيها نلويها هاد الكعب، ونجيب بابي الألمنيوم بحال هذا. بحال هكا كما كيبان لكم، انا درتها مزيان غطيتها مزيان وما غطيتها تا يعني تا واحد شويه خاص. هنا غادي نزيدو شويه، غادي نزيدو هكا باش تا بلاصه ما تبقى تبان بحال هكا. وما خاصناش نديرو هذا ديريكت من اللحم على حقاش ما مزيانش، ضروري نديرو هذا سميتو باش ما يطلقش لينا داك الماده ديالو في اللحم بحال هكا. وغندخلو الفران، غندير واحد شويه تاع الماء هنا، انا غندير الريبارد ماشي مشكل، هو من الاحسن نسخنوه، ولكن انا غادي نديرو عبارد غادي يسخن من بعد في الفران صافي بحال هكا. وندخلوه الفران مده ساعتين تل ساعتين ونص على حسب النوعيه ديال اللحم، على حقاش انا هذا عندي صغير صراحه دغيا غيطيب. وتابعوا معايا حتى الاخير ان شاء الله. وهذه هي الرجله ديالنا اللي تبعتوني عليها، كما تبعتوني راه طفيت عليها الفران قبيله خليتها شويه حتى بردت. ها انتما كما كتشوفوا
دابا غنحطها ان شاء الله في طبسيل التقديم ونتابعوا ان شاء الله حتى الاخير. بعد ما حطيتها في طبسيل التقديم كما كتشوفوا نحيد لها هذوك العويدات اللي كنت دايره لها باش خيطتها. وهذه ديك البيضه بسم الله سخونه بسم الله. شفتوا الخضره ما شاء الله كي جات.